قبل ما نروح للماكسيمم باور ترانسفير، ايام سيركت 1 ايام سيركت 1 كان عندكم سورس ريزيستر ولود. لو كان قلنا اكسس نغير اللود ار لود ان اكسس نغيرها، ايش افضل قيمه لار ال؟ افضل قيمه لار ال شو تحقق بالضبط؟ هذا اللي انا بدي اياه. ايش السؤال؟ شو الاوبجكتيف فانكشن تاعنا؟ اذا كان الاوبجكتيف فانكشن تاعنا الماكسيمم باور ترانسفير، انه البي تاعت ار بي ار شو تساوي بي ماكس، فكيف كيف لازم نختار الار ال؟ لازم هذا بنسميه امبيدنس ماتشينج، انه الامبيدنس تاعت اللود الريزيستنس تاعت اللود بتساوي الريزيستنس تاعت الثيفينز. شو هاي السيركت كانت؟ هاي كانت سورسز وكانت سيركت شوي متغلبنا، فشو عملنا احنا؟ حولناها لايش؟ ل في ثيفينن ولايش كمان؟ ل ار ثيفينن. تمام شباب؟ فهذا بنسميه امبيدنس ماتشينج. شو الهدف تاعه؟ ماكسيمم باور ترانسفير. شو يعني ماكسيمم باور؟ احنا تعلمنا هنا انه في شيء اسمه افريج باور، قلنا هاي الافريج باور الباور اللي ممكن لما تتحول لانرجي احنا بنستشعرها، وقلنا الضوء واحد منهم، الحراره واحده منهم، صح؟ فانت لو كان هنا في سماعه، نفس المثال دائما عشان ما تنسوش، لو كان في هون سماعه، شو بعني لك ماكسيمم باور ترانسفير لهي السماعه؟ هاي السماعه اللي هون يعني اعلى صوت، صح؟ دفاية أعلى حرارة اللي يطلع منها. طب عند هذا الكلام كم الإفشنسي؟ شو يعني إفشنسي؟ كم علاقة الأوتبوت للجذاب بالنسبة للإنبوت؟ كم الأوتبوت بالنسبة للإنبوت؟ واحد. إنه الأوتبوت نفس الإنبوت. لا. لا لا. لا. الموضوع مش على مزاجي. سوا شباب، وين الاوتبوت؟ طب ليش وين الاوتبوت؟ وين الانبوت؟ الباور اللي طلعها السورس، صح؟ قلنا الباور بالانس احنا انا وياكم، مش حكيناها الباور بالانس هون ولا ما حكيناها؟ حكيناها، خلينا اكزامبل وعلقنا عليه. فالبي انبوت اللي هي بي بتاعت السورس، اه ولا لا؟ طب بي اوتبوت شو هي؟ تحت اللود البي تاعت مين؟ الار لود اللي حكينا عنها. طب والريزستر اللي هون شو الباور تاعتها؟ هاي نصص بالطريق، ذاكرين لما قلنا الدفاية؟ الدفاية شو بالنسبة لك جاية؟ مقاومة وبدها تحمى علشان تدفي البيت، صح؟ طب سلك الدفاية مش بحمى وهو ماشي فيه امبير؟ عمرك مسكت سلك الدفاية ولقيته حامي ولا لا؟ طب ايش كان وظيفته سلك الدفايه؟ يشتغل دفاي؟ يوصل الكهرباء. نقل الباور من مكان لمكان كلفنا شو؟ لوسز. ولا لا؟ لو قلنا هاي ار ثيفينن. البي تاعت ار ثيفينن شو بنسميها؟ بنسميها فيلوس. شباب؟ فيلوس، ماشي؟ هاي اللوسز اللي عندنا. طب كم الافشنسي عند الماكسيمم باور ترانسفير؟ شباب الافشنسي ما هو استغفر الله العظيم، يعني ما فيش اوتبوت اعلى من الانبوت، مستحيل يكون الاوتبوت. يعني عمرك شفت سورس طلع 100 واط انت استهلكت من ال 100 واط 150 واط؟ بزبط راكبه معكم. فالافشنسي شو هي؟ اوتبوت على انبوت. عمر الافشنسي كانت 100% اذا كان لوسلس، يعني شغل ورقه وقلم، بس براكتيك اللي فيش شيء لوسلس، فهي دائما شو مالها؟ أقل من واحد. شو يعني أقل من واحد؟ يعني أقل من 100%، ما فيش كفاءة 100%، صح؟ لأنه دائما في لوسز، واللوسز ما تفكر إنه دائما شر اللوسز، اللوسز فيها خير، بعدين بنحكي عنها يمكن مش فاهم هذا. فنرجع، كم في هيك سيركت لو أنا بدي أحسب بي أوتبوت شو حتكون؟ أي سكوير في مين؟ في آر إل، صح؟ نحسب الفيلوس شو حتكون؟ I square في برضو R ثمينة اللي هي مين؟ نفسها RL، فI square في مين؟ في RL، صح ولا لا؟ لأنه إحنا عند أي condition، عند condition البي ماكس، شو قصدنا بالماكس؟ أعلى باور ممكن توصل لللود، تمام شباب؟ طب عند هذا الكونديشن تعال نحسب الإفشنسي. شو يعني إفشنسي؟ يعني بي أوتبوت
على بي انبوت. طب بس ايش معنات بي انبوت؟ البي اوتبوت هي بي اوتبوت ما اختلفناش. الانبوت حسب الباور بالانس هو بي اوتبوت زائد شو؟ زائد بي لوس. طب الاوتبوت واللوسز مش طلعوا زي بعض؟ كم بيساووا؟ هاي او هاي تنتين زي بعض. فشو صفى معنا؟ بي اوتبوت على بي اوتبوت زائد بي اوتبوت. من وين جبناها هاي؟ البي لوس نفس الاوتبوت. ليش؟ ليش هيك؟ لانه احنا قلنا الاوبجكتيف فانكشن اللي وقفنا لما زميلكم جاوب انه هو ايش الاوبجكتيف فانكشن تاعنا؟ ماكسيمم باور ترانسفير. هذا شو بده يطلع معنا الجواب؟ نص. يعني ايش 50%؟ كم كفاءه السيستم؟ 50%. طب ليش هيك نزلنا بالافشنسي لفيري لو فاليو؟ لانه شو كان الاوبجكتيف فانكشن تاعنا؟ ماكسيمم باور ترانسفير. معي يا شباب ولا لا؟ طيب لو نرجع نرسم السيركل كمان مرة. لو الموضوع مات وانت لك الخيار في هاي الريزستر الجداد بس اللي جاب، وعندك هون ار ال وار ثيفنين، او خلينا نسميها ار اس فاريبل، كم تختار ار اس حتى يوصل الماكسيمم باور لللود؟ اصغر شيء على ما زيرو. زيرو ليش؟ عشان كل الفولتيه، طالما هي كل ما زادت الفولتيه مش الباور تتناسب مع في سكوير ولا لا؟ لان هاي في سكوير في بي ار تتناسب مع في ار سكوير. اعلى فولتيه على ريزيستر كم؟ لما بتكون الريزيستر اللي هون شو مالها؟ شورت سيركت صح؟ طب امبير الباور شو بتتناسب؟ في ار بتتناسب مع اي ار سكوير صح؟ اعلى امبير متى بمر؟ لما بتكون اقل ريزيستنس صح؟ فكم اقل ريزيستنس لما الار اس كم قيمتها؟ زيرو. مش معناته وحده فاريبل وحده كونستانت، معناته احنا ايش؟ الثنتين لازم يكونوا ماتش مع بعض. متى بيكونوا الايديا تاعتهم ماتش مع بعض؟ لما اللود انا بختاره وثيفنين اللوسز اللي بالطريق انا مجبور عليهم. نختار شو؟ اللود ماتش مع مين؟ مع البرانش اللي امامنا. شباب في فرق بين الماكسيمم باور ترانسفير والماكسيمم افشنسي، معي ولا لا؟ لو بدك تحسب الماكسيمم افشنسي كيف بدك تحسب الماكسيمم افشنسي؟ شوف قانون الافشنسي هذا شو بتعمل فيه؟ تكتب بدلاله الريزيسترز اللي عندك وبتشتقه بتساوي بالصفر. واضح؟ انتم من وين اجى معكم انه ار لود بتساوي ار ثيفنين؟ هذا شرط البي ماكس. كتبنا انه بي اوتبوت شو بتساوي؟ اي سكوير في ار ال. طب والاي شو بيساوي؟ في ثيفنين على ار ثيفنين بلس مين؟ ار ال صح؟ ربعناه وضربناه بمين؟ ار ال. هذا الفانكشن اللي عندك. شو صار عندك؟ عندك فانكشن بدك تعمل له ماكسمايزيشن. حسب ما درسته بالتوجيهي شو بنعمل احنا؟ عشان نطلع ماكسيمم ولا مينيمم؟ نشتق وبنساوي بالصفر صح؟ هذا اشتقيناه. وشو عملنا؟ اشتقينا مين بالنسبة لمين؟ دي بي اوتبوت على مين؟ على دي ايش؟ ار ال. وشو سويناها؟ بالصفر. هيك شو طلعنا؟ طلع معي احنا بالتوجيه شو كنا نساوي؟ نشتق شيء بالنسبة للفاريبل اللي عندنا ونطلع مين؟ الماكسيمم او المينيمم للفانكشن اللي احنا اشتقيناه. فاعلى بي اوتبوت، شو معنى اعلى بي اوتبوت؟ يعني ماكسيمم باور ترانسفير اعلى بي اوتبوت. وضحت ولا لا؟ اعلى بي اوتبوت مش معناتها اعلى افشنسي. وهي قدامكم كم طلعت معنا الافشنسي عند البي اوتبوت عند الماكسيمم باور ترانسفير؟ كم؟ 50%. ماشي شباب؟ طيب احنا هذا دي سي كالعاده، احنا كل شيء بنشرحه دي سي لانه الكونسبت تاعته سهله. الان احنا عندنا اي سي. بما انه عندنا اي سي ايش معناته؟ بصير عندي اكس بدل هو عندي R بيصير عندي Z. طيب كيف نشتغل؟ كالعادة بدنا السيركت اللي انت كنت تحكي عنها اللينير سيركت اللي طالع منها بورت والبورت معاه لود. هذا اللود خلينا نكتبه بدلالة R و X. ال X ممكن تظهر معك انه RL plus JXL، مش قصدنا انه ال XL شرط تكون نيجاتيف. ممكن اذا طلعت نيجاتيف هي نيجاتيف، بس احنا دائما نعبر ار بلس جي اكس وخلي الاكس تطلع بوزيتيف او نيجاتيف. الان هاي السيركت اللي هون انت سائل باللود ولا سائل بالسورس؟ ماكسيمم باور ترانسفير. ماكسيمم باور ترانسفير انت بدك اللود يوصل لاعلى ما يمكن. صح تمام. قبل شوي جبنا مثال السماعه،
تخيل معي مسجد وبدي اخلي الاذان يوصل اخر شيء، شو بيساوي؟ بجيب الامبيدنس تاعت السماعه ماتش مع الامبيدنس تاعت مين؟ مع ثيفنن. بس بالاول لازم نحسب ثيفنن. شو معناته نحسب ثيفنن؟ لازم هاي النتورك شو تتوسط لا زد ثيفنن وايش كمان وفي ثيفنن. اه شباب، بعد هيك هذا اللود اللي هو ممكن انت تختاره اللي هو قلنا عنه ايش زد لود. اه هذا زد لود اللي انت ممكن تختاره. شو ممكن كيف راح تختاره؟ لازم يكون ماتش مع الهون. طب كيف بدنا نعمل هذه الحركه او كيف بدنا نقتنع فيها؟ بدك تكتب قانون الاوتبوت باور وتشتقه وتساويه بالصفر. بس كم فاريبل عندنا؟ بالدي سي كان عندنا فاريبل واحد اللي هو الار ال، صح؟ تمام. المره هاي شو عندنا؟ عندنا ار ال وعندنا ايش؟ واكس ال. طب بدنا نشتق بالنسبه لهذا ونشتق بالنسبه لهذا، بس اكيد حيكون بارشل ديريفاتيف مش نورمال ديريفاتيف، صح؟ لانه اي فانكشن اف اوف اكس واي كيف بدك تطلع الماكسيمم اللي هي الاوبتيمال؟ بارشل اف على بارشل اكس لما واي كونستانت هاي تساوي صفر. شو بتطلع هاي؟ اكس ستار اللي هي الاوبتيمال بوينت تاعت اكس اللي بتعطينا افضل اف، صح؟ ونفس الاشي شو كمان بتساوي؟ بارشل اف على بارشل واي ايكوال زيرو لما اكس شو تساوي؟ سوري كونستانت. وهاي شو بتعطينا؟ واي ستار الاوبتيمال واي. نفس الكلام هذا راح نعمله احنا، بس هذا جاهز عندنا بالسلايد اللي جاي. هاي الشباب امامكم، نبلش سطر سطر. المعادله اللي فوق شو سوينا فيها احنا؟ اول معادله عبرنا عن الكرنت. نرد نعيد، هذا شرحت لكم اياه صح؟ قلنا هي عندنا سيركت، هاي السيركت ما كانت بتهمنا، عملنا لها سمبليفيكيشن صح؟ طيب بعد هيك كتبنا معادله الكرنت، معادله الباور. الان بما انه انا عندي معادله باور، هاي هي معادله الباور اللي بدي اياها، هذا هو الاوبجكتيف فانكشن اللي انا بدور عليه. هذا الان بدي اشتقه بالنسبه للفاريبلز اللي انا بقدر اغيرهم، تمام؟ فكم فاريبل عندي بقدر اغيرهم؟ اكس ال تاعت الرياكتنس تاعت اللود والريزستنس تاعت اللود. اشتقينا وسوينا بالصفر، شو طلع معنا؟ معادلتين. من المعادله الاولى لما اشتقينا بالنسبه للاكس شو طلع معنا؟ لازم الاكس ال شو تساوي؟ ماينس اكس ثيفنن، تمام شباب؟ طيب والثانيه لازم الار ال شو تساوي؟ كمان شوي بنفهمها هاي، اه كمان شوي، بس هيك طلعت معنا، هيك طلعت معنا. الان نعوض اللي فوق تحت، شو بيطلع معك؟ اكس ال زائد اكس ثيفنن كم قيمتها؟ زيرو. فمعناته شو بتساوي هاي؟ ار ثيفنن. لساتها زي السيركت 1 زي الدي سي، ما تغيرتش شيء. بس الان بالاي سي شو طلع معنا؟ انه هاي تكون مع هاي نيجاتيف. تعال نتخيلها بالمنطق، انت عندك هون اكس وعندك هون اكس، هاي اكس ثيفنن وهاي اكس لود. لما الثنتين بكونوا عكس بعض جمعهم كم؟ زيرو. مش اعلى كرنت راح يمر؟ اه ولا لا؟ فاعلى كرنت متى؟ لما هاي تساوي سالب هاي، تمام شباب؟ منطقي ولا مش منطقي؟ غير انه الماث هو لحاله طلع لنا اياه الجواب. لكن نود ناكد هذا، لو كان اكس ال فاريبل، شو يعني اكس ال فاريبل؟ الك خيار تغيره، الك خيار تختاره اصلا. اذا ما الك خيار تختاره شو بده يصير معك؟ هاي الديريفاتيف مش موجوده، انت بس بتشتق بالنسبه لمين؟ لار ال، بتصفي هاي المعادله. تعالوا هيك بس هيك نتخيلها هاي كيف زبطت معنا. نخلي الار ال لحالها هون، بدي اضيف الاكس ال هون. معي شباب شو عملت انا؟ بس غيرت شكل اللود. وبعدين شو في عندنا شباب هون؟ جي اكس ثيفنن وار ثيفنن، وهي عندنا هون ايش؟ في ثيفنن. الان احنا قلقانين بمين؟ هاي كلياتها ما بتعنيليش، وانا بدور على مين؟ على الار ال. احنا اختصرنا كلمه الماكسيمم باور ترانسفير بامبيدنس ماتشنج، فلازم هاي الريزيستنس تكون ماتش مع هدول. كيف يعني لازم تكون ماتش مع هدول؟ ما هاي ريال وهدول ايش فيهم؟ هدول كومبلكس. فكيف ريال بده يساوي كومبلكس؟ يكون ماجنتيود بيساوي ماجنتيود. كم الماجنتيود تاعت هاي؟ ار ال. كم الماجنتيود تاعت هاي كلياتها؟ الريال تربيع زائد الامجينري تربيع تحت الجذر، صح؟ فهاي ايش تصفي معي؟ جذر الار ثيفنن سكوير بلس اكس ثيفنن
بلس اكس ال سكوير صح؟ مش هذا شرط الماكسيمم باور ترانسفير؟ قلنا ايش بنختصره عشان ما نضلناش نحفظ قوانين ونشتغل ونساوي بالصفر. شو هذا اسمه؟ امبيدنس ماتشنج. تعالوا ركزوا معي هون. مش هي نفس اللي انا كاتبها هناك؟ هون ما هون اشتقناها بالرياضيات وهون اشتقناها بكلمه واحده. شو هي؟ امبيدنس ماتشنج. ماشي شباب؟ صعبه؟ دكتور ليش بس على اساس فصل اللود؟ كمان مره احنا شو حكينا؟ انت بتشتق، انت بتشتق بالنسبه لفاريبل. عمركم شفتوا واحد قال دي اف على دي 5؟ رقم. عمرك شفت حد بيشتق بالنسبه لكونستانت؟ طب دي اف بالنسبه لدي اي بحيث انه اي كونستانت. طيب نسال حالنا سؤال، هاي الامبيدنس اللي هون يمكن ما لك خيار تغير الا الريزيستنس، والرياكتنس انت مجبر عليها، بصير تشتق بالنسبه لها؟ لا. عشان هيك انا بس هيك طلعتها لوحده. ليش؟ لان هي ان كنترولد كونستانت، مش فاريبل زي الار ال. الار ال فاريبل. ماشي شباب؟ هذا شرط الماكسيمم باور ترانسفير. الطلاب شو بصير فيهم بعد ما احنا طبقنا هذا الكلام؟ صفى معنا انه زد لود شو تساوي؟ زد ثيفنين كونجيجيت. شو يعني كونجيجيت؟ روح للانجل اضربه بسالب، صح؟ او روح للزاويه واضربها بسالب، نفس الكلام. مش كله بتضربه بسالب، يعني تخيل معي لو ضربت بسالب بيصير عندك الار ثيفنين نيجاتيف، بصير؟ غالبا ما بصيرش، صح؟ طلاب مباشره بيحفظوا هذا القانون وبيكملوا عليه، لكن للاسف زي ما حتعرفوا ليه يعني يمكن في نهايه المحاضره اليوم، انه ار ثيفنين اللي هون سوري في ثيفنين اللي هون بيك فاليو. احنا حنتحول لشيء ان شاء الله اليوم لايش؟ لار ام اس فاليو. فبعد ما ندرس ار ام اس فاليو بضلهم حافظين القانون حفظ. انت مش محتاج تحفظ القانون شباب، انت شو اللي محتاجه؟ هاي السيركت البسيطه، نمسح الكرافيش اللي عليها. هاي السيركت البسيطه، لو انا جبت لك اياها بالامتحان وقلت لك ماكسيمم باور ترانسفير، ماكسيمم باور ترانسفير، فانت زد ال صارت الفاليو تاعتها معك ولا مش معك؟ طب ريح راسك، ريح راسك، شو تساوي؟ رد احسب الامبير واي سكوير في الار اللي هون شو بعطيك؟ الباور. معي ولا مش معي؟ بدك تحفظ هذا القانون احفظه، بس راح يغلبنا كمان شوي حنعدل عليه. ماشي؟ عيب؟ هاي في ثيفنن، هاي اللي هون يعني الشباب اللي عايدين الماده عارفين انه في ثيفنن هاي بنسميها بيك فاليو، صح؟ واليوم ان شاء الله راح نتعلم شيء اسمه ار ام اس. اليوم لما انا لما الكتاب اشتق لكم هذا القانون، انا كنت شارح لك ار ام اس فاليو؟ لا. فلما اغير الفي ثيفنن لار ام اس حيتغير القانون. لما انا اعطيك في ثيفنن وهي ار ام اس فاليو مش بيك فاليو، شو حيصير القانون؟ في اثنين في المقام، صح؟ فحيصير تطبيقك خطا. انا ما بحبش تحفظ قوانين حفظ. هذا اشتقيناه وفي ثيفنن شو مالها؟ بيك. بيك فاليو. ماشي شباب؟ اكيد؟ طيب بس نقطة أخيرة قبل ما نروح للإكزامبلز. مرات احنا بنحكي بيك انستانتينيوس باور تفرق عن بيك فاليو، بيك ماكسيمم باور ترانسفير. شو الفرق بين البيك انستانتينيوس باور والماكسيمم باور ترانسفير؟ تعالوا بس هيك نترجم كلمات، ما بدناش نحفظ الموضوع. لما بنقول هاي انستانتينيوس باور، هاي بي اوف تي، صح؟ شو هاي بي اوف تي؟ إذا ذاكرين بي افريج زائد نص في ام اي ام كوساين ايش؟ 2 اوميجا تي بلس ثيتا في بلس ثيتا اي، صح؟ لو قلت لك اعلى قيمه للانستنتينيوس باور، مش هي الماكسيمم انستنتينيوس باور؟ طب متى اعلى قيمه؟ هاي ما فيش اعلى وادنى، هاي افرج دائما كونستنت، صح؟ هاي متى اعلى قيمه عندها؟ لما الكوساين يساوي، فانت بدك تختار اللحظه اللي هي الكوساين، خلينا نسميها هاي كلياتها مثلا ثيتا، شو بيساوي؟ واحد. متى كوساين ثيتا بيساوي واحد؟ لما ثيتا بتساوي زيرو. لما ثيتا شو بتساوي؟ زيرو. هاي اللحظه بتكون الانستنتينيوس باور بتاعتها شو مالها؟ اعلى ما يمكن. بس في نقطه نبهتكم عليها بدايه الفصل، ارد اكدها عليكم. هذا شو وحدته هذا الاخ اللي هون؟ هذا راديان. ليش راديان؟ ليش راديان؟ لانه اوميجا شو وحدتها؟ راديان بير سكند ضرب سكند راديان. فانتبه لهدول، هذول شو لازم يكونوا؟ يا اما بتحول هاي لدجري وهدول بتخليهم ديجريز، او العكس. ماشي؟ نبهتكم عليها ولا لا؟ لانه في الامتحان باجي بقول لك احسب لي الانستنتينيوس باور عند اللحظه مثلا 1 ملي سكند.
شو يعني 1 ملي سكند؟ 1 في يكون ناقص 3 صح؟ بلاش الاي هي كالكوليتر، 1 ضرب 10 يكون ناقص 3 صح؟ هاي 1 ضرب 10 يكون ناقص 3، اذا عوضتها هون وقلت للآلة الحاسبة مثلا 2 ضرب 377 ضرب 1 ضرب 10 يكون ناقص 3، وبعدين ثيتا في كانت 0 وثيتا اي كانت 30 درجة. شو قالتك الحاسبة بدها تفهم؟ والله ما بعرف حسب المود اللي انت حاط قالتك الحاسبة عليه، حتفهم انه هذا في الاخر انجل يا اما بالدجري يا اما بالراديان، بس انت شو عوضت له؟ هاي راديان وهاي شو مالها؟ دجري، بصير؟ قالتك الحاسبة ما بتستوعب هذا الشيء، ماشي؟ هيك خلصت. واضح الفرق بين الماكسيمم انستنتينيوس باور والماكسيمم باور ترانسفير ولا مش واضح؟ اكيد شباب؟